ما هي أهم السور عندنا؟ أهم سور القرآن. القرآن كله مهم. لا يأتي بعض الناس ويقول لا بعض السور لا أقرأها ولا أفهم معناها. لا، الأصل أننا ندرس جميع القرآن. لكن نتدرج خطوة خطوة في العلم. نبدأ بسورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، قل يا أيها الكافرون. قل أنت. قل يا أيها الكافرون. نعم، هذه السور لأنها تتكرر دائما في اليوم والليلة. وفي الصلاة وفي الأذكار. نعم، بعد هذا ممكن تبدأ في السور القصار. من سورة الضحى إلى سورة الناس. نعم، ممكن بعض السور لو تسمع التفسير فيها هذا يجعلك تشتاق لدراسة التفسير وسماع التفسير. مثل سورة مريم، سورة القصص لأن فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام. هذه السور تشوقك إلى سماع التفسير ودراسة التفسير. سورة الكهف لأنها تتكرر كل جمعة. فأنت الآن هذه السور تشوقك إلى دراسة وسماع التفسير.